بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. حلقه جديده مع قناه دكتور اوستين. في الحلقه دي هنتكلم باذن ربنا زي ما انتم شايفين عن فائده الزواج من حد من جنسيه مختلفه. ببساطه لو حضرتك اول مره تشوف القناه او ما عملتش اشتراك قبل كده، رقم محبة ضغط زر الاشتراك والجرس وتفعيل اختيار كل الفيديوهات، هتلاقي حضرتك زر المشاركة وزر لايك عشان الناس كلها تستفاد من الفيديو. بالنسبة لنقطة الفوائد كتير، بداية فايدة للجنين اللي هيطلع ده، لو ولد مش هيخش الجيش رحمته صدقني، تبقى وطني او كل حاجة، بس يعني ده بلي فايدة طبعا. ده بالنسبة للجنين، نرجع بالجنين دلوقتي. حضرتك والمدني، حضرتك مثلا مصري وهي من اي جنسية؟ حضرتك كمصري لك حق كمصري ان انت تمتلك جوه بلدك، هي ملهاش حق. لما هي تاخد الجنسية من حقكم انتوا الاثنين تمتلكوا جوه البلد. هناك بقى في بلدها ايا كانت البلد نفس النظام، انت وانت اجنبي عن البلد مش حقك تمتلك، الاجنبي لا يمتلك. فلما حضرتك مش حقك تمتلك واتجوزتها وبقيت أجنبي، خدت الجنسية الأجنبية بتاعتها، بقيت مش أجنبي بالنسبة للبلد بتاعتها، فمن حقك إن أنت تمتلك. كلام جميل. غير كده استغلال الناحية الاقتصادية، أنتوا الاتنين هتبقوا اقتصاديا أقوياء، مش عشان هي أجنبية وأنت مصري، لأ أنت ممكن تكون مصري وأغنبي كتير، بس هي العملية مش عملية كده خالص. العملية عملية إن توافق دولتين مع بعض، فحضرتك تقدر تصدر لبلدها وتقدر تستورد من بلدها. ده الناحية الاقتصادية، دي الناحية الاقتصادية بالنسبة للمستوى الكونتريني. بالنسبة للناحية الإنسانية، إسراء للثقافة، أنت مصري وهي ثقافتها تبع للبلد اللي ليها، في الحالة دي تزاوج للثقافتين مع بعض. يعني بيبقى في إسراء، بيبقى في غنى في الثقافة، دماغك بتتفتح أكتر وتحاولوا تندمجوا مع بعض، بيحصل في تضارب بس توصلوا لتكامل. قال كده بس على صعيد الأجنة، يقول لك زواج الأقارب بيجيب طفرات وراثية، والطفرات بتبقى غالبا مش كويس. يا عم أوغسطين كلام مش صح صدقني. طب ازاي؟ يعني انت تقصد ايه؟ انا اقصد لما تيجي لك قرايب ما تتجوزش منهم، حلو؟ طب تبعد عن احتمالية الوراثة الخطأ او الطفرات الوراثية الخطأ اللي ممكن تسبب عاهات في الاجنة. طب يا رب لو انت بعدت عن العرق كله، مش ما اقصدش ان في العرق المصري في المصري في طفرات وراثيه وتشوهات، لا، ولا العرق الافريقي ولا الاوروبي ولا كل عرق لوحده، لا، بس اقصد كل ما تبعد عن سيره القرابه اللي في العرق ده بتطلع اجنه اكتر ادراك واكتر فكر واكتر غنى عقلي ونفسي.
ليه؟ لأن هو دي مثلا العيلة، خرجت العيلة واتجوزت من عيلة تانية، طلع أغنى، فكر نفسية والبني آدم بيطلع أحسن. خرجت بره البلد أصلا أحسن، خرجت بره القارة أحسن، خرجت بقى وريحت ماليش دعوة بيك. هي الفكرة اللي أقصدها كده. غير بقى إن أنت بتبقى مش حاسس إن العملية دي عادي في الأول، على الأقل حاسس إن أنت بتحاول تتعلم لغتها وهي بتحاول تتعلم لغتك، فأنتوا بتحاولوا تقربوا لبعض، فحاسس إن أنت في مجهود بتعمله عشان توصل لها وهي بتعمل كده، فبتحس بمدى أهمية واحترامك للعلاقة دي. فأنت كده بتاخد على الجانب النفسي والاجتماعي والإنساني استفادات، على الجانب الاقتصادي هي وانت بتاخد استفادات، انت بتاخد استفادات جوه بلدها وهي بتاخد استفادات جوه بلدها. وهي تتعامل برضو كده كده بمنتهى الأدب والاحترام مع إن هي تاخد بطاقة رقم القومي المصري وتصبح مصرية الجنسية، الدولة التي لها حضارة 7000 سنة. اللي يعرف قيمة البلد دي يحترم جنسيتها، واللي منها حتى واخد منصب ومش عارف قيمتها، خسارة في المنصب اللي هو واخده، وخسارة ان هو بيدمر في البلد دي اللي كانت يوم من الايام كل الناس بتيجي مش عشان تتبرع لها، عشان كانت تشتغل فيها، لان البلد غنية جدا 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 جدا. لو عجبكم الفيديو لو محبة مشاركة الفيديو وعملها. شكرا جزيلا.